ورجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل، ومنورني دكتور وائل خفاجي. اهلا بيك يا دكتور. ازيك يا فندم؟ اهلا بحضرتك. بوجودك يا فندم ربنا يخليك. اول حاجه يا دكتور حابه ابتدي بيك معاها، عرف لنا كده ايه هي الاضطرابات الشخصيه. طيب احنا لازم افهمين ان بوجه عام كلنا عندنا سمات شخصيه، مفيش حد ما عندوش سمات شخصيه. الفكره ان السمات الشخصيه دي حاجه اللي تميز كل شخص عن اخر. فببساطة كده انا عندي بعض السمات، السمات دي المفروض ان هي بتكون جزء من شخصيتي، افكاري، معتقداتي، المفروض ان انا بعرف اتفاعل بيها مع المجتمع والحياه، فبعرف اتكيف واتاقلم واعمل علاقات مفروض سويه مستقره عشان تبقى حياتي مستقره بوجه عام. فنيجي نقول الاضطرابات الشخصيه بيبقى في بعض السمات بتتكون عند شخص معين، وابتدي طبعا مهما كانت عندي السمات اي حاجه تاثر حياتي وبيتي وشغلي يبقى انا كده عندي مشكله. لكن كلنا بسمات الشخصيه بتاعتنا بنتعامل عادي عادي، فاحنا كلنا بنتفاعل مع المجتمع بنروح وبنتعامل مع اهلنا، لكن اول ما ابتدي حياتي وبيتي وشغلي يبقى فيها مشاكل بقى، يبقى انا كده عندي مشكله. طب يعني معلش هستاذنك كده، قسم لي الاضطرابات الشخصيه من الاكثر خطوره للاقل. طيب احنا بنقسمهم بمجموعات، ان عندنا مجموعه A و C و ألف و B و G، اللي هي المجموعه الاولانيه طبعا اللي هي المجموعه اللي بيسموها الحاجات اللي هي علاقه بالحاجات المختلفه، او زي المجموعه اللي هي الشخصيات اللي هي الشكاكه او الشخصيات الفصاميه او شبه فصاميه. ودي مجموعه بتبقى برضو موجوده قليله شويه، بيبقى وجه عام بيبقى معتمدين على الشخص، ما بيحبش التعامل مع الناس، بيبقى شخص منزوي ليه افكار مختلفه. قول لنا اساميهم كمان يعني. تمام، الفكره اللي هي التصنيف هي طبعا بالنسبه لنا عشان خاطر اللي هي الشخصيات اللي هي البارانويد او الشخصيه الشكاكه. عندك شخصيه سكيزويد وسكيزوتايبل، الفصاميه شبه الفصاميه، هما متشابهين ببعض شويه. دي اضطرابات شخصيه ولا دي اضطرابات عقليه؟ ما هما قريبين شويه، لما الاعراض بتزيد او ساعات بتتحول من سمات شخصيه ممكن مرض نفسي زي الفصام يظهر. عشان كده مش حزينه عشان الناس ما تتلخبطش في الموضوع، هي بعض السمات الموجوده بس مش كل حد متشكك معناها ان هو شخصيه. اوكي، يعني احنا بس بنقول دي بعض السمات اللي بتجمعهم. طيب في المجموعه الجي بي، ودي الاكثر موجوده واكثر تفاعلا في المجتمع بوجع مؤخرا، اللي هي شخصيه عدوه المجتمع، الشخصيه اللي هي الشخصيه الحديه، الشخصيه الهستيريه، والشخصيه اللي هي النرجسيه. اوكي، وكل واحد يتميز بعض الحاجات بتاعته. فكره المجموعه دي بيبقوا بوجع عام مشكلتهم في المشاعر الزياده او المشاعر والتقلبات المزاجيه بتاعتهم، وساعات طبعا بيبقى نوعا جزء العنف بتاعهم بيبقى عادي شويه. اوكي، في المجموعه الثالثه اللي هي مجموعه ايه، الشخصيات اللي هي القلوقه، الشخصيات التجنبيه، الشخصيه الوسواسيه، الشخصيه الاعتماديه، ودي موجوده برضو في المجتمع. فكره ان السمات دي بتبقى يبان لك هذا الشخص بيبقى ايه. طب انا بيفرق معايا ايه في الكلام ده؟ انا كشخص عادي بيفرق معايا ايه؟ انا يفرق معايا طبعا اهم حاجه اكون عارف نفسي، عارف نقط ضعفي، عارف مميزاتي، عارف عيوبي، عارف اتعامل مع مشاكلي كمان. ساعات بقى بيفرق معايا في المدير بتاعي او الشخص الشريك حياتي او الشخص اللي بتعامل معاه، الشخص بقى اللي انا بتعامل معاه او ولادي او اخواتي او اي حد بتعامل معاه. وفي سمات من الشخصيه دي انا مش عشان اقعد اشاور عليه اقول له انت كذا انت كذا، لا، وعشان اعرف اتعامل معاه ازاي، اعرف هو عايز ايه او عايز يوصل لايه. فساعات بيبقى من الاخر بنختصر وقت، بنختصر مجهود وطاقه، لان ساعات اقول انا العيب فيا، انا المشكله عندي، لا هو طبعا ساعات بحتاج اعرف المشكله فين. طب يا دكتور هو الاضطرابات دي وراثه ولا نشأة وتربية؟ يعني ايه اسبابها؟ طيب ايه اللي بيطلع من الشخص الاضطراب اللي جواه؟ طيب احنا كلنا يعني الامراض النفسية بوجه عام او سمات الشخصية في ثلاث حاجات اساسية، في جزء وراثي او جزء جيني، في جزء له علاقة بالبيئة والتفاعل معها، وفي جزء من الاسرة. وجزء الاسرة ده عندي مهم جدا، لان ده جزء اساسي من اللي خلى النشأة بتاعت او ظهور اضطرابات شخصية بطريقة قوية جدا في الوقت الاخراني، بسبب التربية والنشأة بتاعتنا. في مشاكل في النشأة، فالنشأة دي بتأدي إلى وجود اضطرابات شخصية معينة. أوكي. وللأسف طبعًا ده بيخليهم يعانوا في حياتهم، تبقى فيعمل مشاكل، وطبعًا لحتى بيجي يتجوزوا ونجيب ناس أطفال جداد ندخل بقى إيه، فده بتبقى أصعب كتير. طب معلش حضرتك ما رتبتليش الأصعب من الأشد خطرًا، قولها لي بالتصنيف. بص إن إحنا للأهدى، للي ممكن التعامل معاه يبقى سلس شوية. بص فن هي الفكرة مفيش أشد وأحسن، بس نقدر نقول إيه؟ إن إحنا عندنا مثلًا كل، لو هنقول المجموعه اللي هي بي، المجموعه البي عندك الشخصيه مثلا، الشخصيه اللي هي عدوه المجتمع اللي كان زمان سموها الشخصيه السايكوباتيه او سايكوباس. الشخص ده ذكي جدا، الشخص ده ممكن يوصل، ده مرعب، هو مرعب لانه ذكي. الفكره بتاعته في ايه؟ ان هو يعرف يستخدم الذكاء، ممكن يستخدمه يبقى احسن حد في الدنيا ويبقى أسوأ حد في الدنيا. بالزبط. يعني ممكن يبقى حد مرموق، سياسي، راجل ناجح، استاذ، اي مهنه ناجحه
وممكن يبقى في نفس الوقت حد مجرم او حد اجرامي. اه بس بحس الشخصيه السيكوباتيه فعلا مياله اكتر للعنف والغريبه بقى وانعدام الضمير. ما هو دي الحاجه اللي تميزه او حاجه اللي عشان اقدر اقول هذه الشخصيه كده، فكره الضمير. الشخص ده بقاش عنده ضمير اصلا، فكره الضمير مش موجود، بمعنى مش شتيمه، لا هو بيعرف ياخد القرار الصعب عشان ما عندوش فكره حد يصعب عليا. ضميره ميت مفيش بالظبط، فقدر ان انا اقدر اخد قرار، اخد قرار قوي او حتى لو في بعض الناس هتتاثر مش هتوجع، لان ده القرار الصح. فده بيميز لبعض الشخصيات، بس عيبه طبعا استغل بنقطه تانية، مثلا لو حد يستخدم كسرقه، كحد ينصب على حد، فبيطلع مشكله اخرى. ايه تاني غير السايكوباتي؟ ده دي تاني نقطه اقول، بس ده مش اعنف واحد. ده مش اعنف واحد؟ لا، اعنف واحد بيبقى الشخصيات النرجسيه، لان هو بالنسبه لي بيبص ان انا بالنسبه لي اعتبر اكني اله او حد مرموق، حد مهم جدا، حد قوي جدا. فانت أوكي. اي حاجه هتقولها لي بتقل مني، فانت يعني اكنك شتمت. دي مفاجاه بالنسبه لي ان النرجسي اسوأ من السايكوباث. لا هو اسوأ، لان فكره التاني احنا قلنا بيتفتح بالذكاء، ومش المجموعه دي فيهم ذكاء وعسكري كل حاجه، بس الفكره ده بيبص فكره اللي انا احسن، انا المفروض حد يقدرني، حد مميز، المفروض الناس كلها تهتم راي الناس كلها. من الاخر ما تفهمش الايجو بتاعي بالظبط. فانا لو شخص زي كده ما اديتوش الايجو بتاعي او بيت انتقده او اعلق عليه بزياده، فيبتدي بقى العنف يظهر. وظهر العنف بتاعته لما لا اما حاجه دايركت، لا اما او حاجه واضحه او نفسي بقى، او فكره مثلا حاجات زي الصمت العقابي، زي الضغوط النفسيه اللي ممكن امارسها على الشخص اللي معايا عشان اوصل ليه. في بقى شخصيات بتبقى زي مثلا الشخصيه الحديه، مشكلتها التقلب المزاجي عالي، ففكره ان انا ما فيش عندي يعني ابيض واسود، سخن ساقع. فساعات الشخصيه دي على قد ما هي جذابه جدا، احنا الشخصيه الحديه هنتكلم عنها باستفاضه، انا حاطه لحضرتك لستت. انا فاهمه بس شخصيه حديه، بس انا بقول بقى اللي يميزها رغم ان الشخصيه جذابه الناس كتير، لكن تقلبها صعب جدا وتعامل الناس معاها تبقى دي مشكله. تيجي الشخصيه الهستيريه، الشخصيه الهستيريه بتحب تبقى الناس كلها واخده بالها منها، الناس كلها بص عليها، انا محور الاضواء بالظبط. فلما ببقى بعيد عن الاضواء او محور الاضواء ده ساعات بيدخلني في اكتئاب، بيخليني بحس ان انا مش واثق في نفسي. طيب نيجي بالشخصيه مثلا، فاحنا كده دول يعتبروا بالنسبه لنا الاقوى او الاصعب شويه. دي المجموعه اللي هي الجيم او المجموعه سي، المجموعه دي فكره الشخصيه زي الشخصيه مثلا الوسواسيه، شخصيه مميزه جدا بان هي شخص لو اديته حاجات مسؤوله يمسكها هايل تفاصيل، بس ده بيمشي بترتيب معين في مخه، 1 4 2 3 مثلا، لو عكسنا 1 2 3 4 لا هي أوكي. نفس الطريقه. فكره عيبه ايه؟ فمفيش مرونه، الحاجه اكنك موظف، لا اما الختم مش باين، الحاجه مش باين، وده بيخليه بيدعوه طويل قوي في ترتيب الحاجه، في التنظيم، في التلكيك، في التفاصيل، بس بتطلع حاجه تحتيه بيرفكت. لو انا اعتمدت على هذه الشخصيه بتبقى ممكن مجتمعات تدمن على شخصيه زي كده. أوكي. الشخصيه التجنبيه، انا شخص ثقتي بنفسي مش احسن حاجه، بتجنب التعامل مع الناس عشان خاطر نظرتي عن نفسي مش احسن حاجه، فده بيخليه بيخسر وبيبقى مضرور كتير. الشخصيه الاعتماديه بقى مشكلتها ان ده شخص بيدور على حد يعتمد عليه، ومجرد ان هو يقبل ان هو يتاذي، يتضغط عليه مهما كان، لمجرد ان الشخص ده ما يسيبوش ويحس انه لوحده، ولو حصل هو اي حاجه بس تفضل معايا مشي لي حياتي، ولو الشخص ده مشي يدور بسرعه على حد تاني عشان يمارس نفس الدور. يا خبر، فده ايذائه لنفسه اكتر. فنيجي بقى التانيين بقى، فكرتهم بقى المجموعه اللي هي الف دي، هم اقل طبعا كتير من المجموعتين دول، بس فكرتهم في ايه؟ ان الشخص ده متشكك، الشخص ده مش عارف يتعامل مع الناس، بيحب يعمل كل حاجه لوحده، اللي هي الحاجات البسيطه مش اضطراب، يعني اللي هو بيبقى حد مع نفسه كده، هو عارف يتعايش مع نفسه، يعيش ايه، يحب يقعد حاجات لوحده، تشككه في الناس او قلقه حتى لو كده بيقلق من حد بيبعد. ايوه ما بيحبش يحتك قوي بالناس. طيب هدخل بقى مع حضرتك في الشخصيه الحديه. تمام، عشان بحس كمان ان هي مش عليها ضوء كفايه ومش ناس كتير واعيه بيها، وبتظهر كمان ساعات في سن احنا بنبقى فاهمينه في المراهقين، يعني ان اللي هو دي مش متربيه، دي انفعاليه جدا، فما بنبقاش مفرقين ان دي شخصيه حديه. عايزاك بقى تشرح لي باستفاضه ايه هي الشخصيه الحديه، وبتظهر بشكل اضطراب من امتى؟ الشخصيه الحديه ما بتبدا، هي طبعا احنا عشان كل الشخصيات عشان تتكون تقريبا عن سن 18، مؤخرا التقسيمات وصلتهم 16. ليه 16 سنه؟ عشان السمات بتكون نوعا ما الشخصيه اكتملت شويه ووضحت، فاقدر اشخصها كتشخيص. لكن السمات بتبقى غالبا الحاجات باينه من الصغر، بتبقى احنا عارفين متجهين نوعا ما لغايه فين. طبعا فتره المراهقه
بتبتدي بقى الحاجات توصل زي قول البيك او توصل القمه بتاعتها، وبعد كده تدريجيا وجان واصلين للايه للمشاكل بتاعتها من سن 16 لغايه او 18، يبتدي بقى الموضوع يزيد بطريقه اكبر. اشرح لي بقى ازاي اعرف ان ابني او بنتي او الشخص اللي انا بتعامل معاه ده عنده اضطراب شخصيه حديه. طيب. قول لي سماته ومخاوفه وافكاره. طيب. الشخصيه الحديه بوجه عام هي طبعا بتبقى اكتر في الستات من الرجاله، موجوده في الرجاله بس الستات هي اكتر شويه. طب الفكره بتبقى عباره عن ان الشخص ده متقلب المزاج. فكره تقلب المزاج لازم فاهمين ان احنا كلنا مزاجنا مش ثابت، بس سرعه تقلب المزاج هي المشكله في كده، مش مكانه الاضطراب. لا انا واحد ممكن انا ممكن كلمه تقلبني، موقف يغير مزاجي من فوق لتحت او تحت حاجه لفوق. بسيطه يبقى اللي قدامك حاجه مش تغير شايفة كل حاجه وتروح وتلاقي الدنيا راحت في حته خالص واحنا مش عارفين ليه. فكره ان انا عندي الحياه ابيض واسود، مفيش وسط. ففكره الحياه لا حلو ولا وحش، لا بتحبني لا بتكرهني. طيب نيجي بعد كده ايه فكره الفراغ اللي جواه. انا عندي فراغ جوه كبير مش عارف املاه. فكره ان انا نظرتي عن نفسي مش كويسه، يعني رغم ان هو شخص جذاب جدا والناس بتتشد له كلها الا اذا هو مش راضي عن نفسه، مش بالظبط شايف ان انا من جوه مش كفايه او مش راضي كفايه. طيب ساعات بقى الشخص ده يوصل مرحله مراحل ان هو بيأذي نفسه. الاشهر اللي هو مثلا ان هو يعور نفسه او يبقى فيه محاولات انتحاريه اكتر من مره، بس غالبا المحاولات الانتحاريه دي ما بقدرش مختلفه تماما عن الاكتئاب او الامراض الاخرى اللي فيها انتحار انتحار. لماذا؟ الشخص يبقى عنده افكار انتحاريه صريحه، بينفذ بيفكر بيخطط وبيعمل من غير ما يقول، انما حد تاني ممكن يكون بيفكر بس، ممكن يعمل كده مثلا عايز يفكر ينتحر بيقفل على نفسه بيستخبى ما يقولش. لكن الشخصيات اللي زي الشخصيه الحديه بيبقى غالبا بيبقى اندفاعي، عايز وممكن عايز اتنشن كمان، هو عايز اهتمام واتنشن وحد يحتويه، فتبقى غالبا حاجه قدام الناس او انا هطلع دلوقتي هموت لكم نفسي ويفتح الشباك او تفتح الشباك او انا هاخد ياخد ادويه او اقرص بس قدام. ايوه ايوه بتبقى عايز يشد انتباههم بالظبط، فهو تبقى محاوله ان هو محاوله انتحاريه، لكن هو ممكن يموت غلط لان ساعات يا خبر يعني الموضوع مش بهذه البساطه، لكن هو لو هيموت هيموت غلط، فدي نقطه مهمه جدا. هو مبقاش عايز يموت، يعني الشخص ده غالبا مش عايز. أيوة أيوة. هو بيبقى عايز احتواء واهتمام من اللي حواليه فبيلفت نظرهم بطريقه غلط. ومؤخرا ابتدى ينتشر فكره ان يقول لك ان بنت تعور نفسها او تقطع نفسها او يعوره في نفسه، ده بيبقى غالبا هيؤدي الى في القدام ان ندخل في شخصيه حديه او هتبقى باينه النقطه دي. الفكره كلها ايذاء الذات وهو عدوان تجاه النفس، والعدوان ده جزء اساسي ان انا مش راضي عن نفسي. هل هم كمان يا دكتور بيبقوا طول الوقت خايفين يتسابوا وما عندهمش احساس بالامان وهي الفكره اساسا ان احساس بالامان ما هو ابيض واسود، فانا بالنسبه لي انا محدش يعني مش ضامنه ان انا الشخص ده هيتمسك بيا، فتلاقي مره واحده الدنيا بتروح في حته ثانيه، فممكن من اقل حاجه تبقى حاسه ان الشخص ده هيسيبها فتبقى ردود الافعال. انا مشكلتي ان عايز حد يحتويني، فممكن توصل لشخص اللي يحتويها وتقعد معاه فتره وكل حاجه، بس يحصل موقف مواقف تبتدي مره واحده دي تتقلب خالص. فهي دي مشكلتها، رغم ان ساعات بتبقى ايه الفضول لما شخص بتشد له ايه الفضول، لان الشخصيه دي بالنسبه لك بيبقى فيها مرح وفيها سعاده وفيها انطلاق ما اكستريم، فبتوصل من هنا لهنا تدخل ساعات في اكتئاب عشان الدنيا بالنسبه له صعبه. بس الفكره كلها شخص جذاب لانه شخص بيدي لك يعني التقلبات دي بتاعته بتبقى ساعات مثيره لبعض الناس. اوكي. طب يا دكتور الشخصيه الحديه محتاجه ايه من اهلها؟ اول حاجه لازم افهمين ان لازم احتواء، لازم نفهم المشاعر، لازم نحتوي مشاعرهم، لازم نقول ان نحس ان هم عندهم مشاكل وبيعانوا، لان ارجع اقول اخطاء المعرفيه واخطاء التفكير اللي ظهرت وتربوا عليها ونشأوا عليها هي احد المشاكل، يعني زي ما احنا قلنا التفكير، نظرتي، ثقتي بنفسي. يعني هما بيبقى ليهم ايد كبيره ان الشخص اصلا يطلع كده. طبعا دي بتبقى غالبا الحد بكده غالبا البيت فيه مشكله، وغالبا بنلاقي الاخوات كمان فيه مشاكل، يعني مش لازم يطلعوا مثلا اتنين شخص حد في البيت، لكن ممكن يطلع حد نرجسي مختلفة. واحد نرجسي واحد هستيري والتاني حد بوردر لاين. فهي بتبقى الفكره ان البيت بيبقى فيه مشكله، ونبص على الاب بنلاقي الاب برضه في سماء في اضطراب شخصيه معين، فبيبقى هي اكنها صوره او حاجات. يعني دلوقتي لو انا عندي في البيت مثلا حد شخصيه حديه وانا بحاول احتويه بس مش عارفه، اقدر انا لوحدي احسن الصوره ولا لازم دكتور هو اللي يتصرف معايا؟ هو غالبا في مرحله لازم غالبا بنسبه كبيره نروح دكتور او اخصائي نفسي او حد يتعامل معايا، لان دي مشكله. طبعا نرجع نقول مش كل حاجه دواء، مش كل حاجه حاجه مستشفى. بس كنت هسالك عشان دي نقطه مهمه جدا، دي حاجه تقريبا مزمنه فهل محتاجه دواء؟ لا ممكن ناخد وممكن لا حسب الاعراض.
بس اساسا الشخصيه اضطرابات الشخصيه ما بتتحجزش في مستشفيات الا في مشاكل اخرى زياده عليها، لان زي ما قلنا حضرتك ايه، ممكن اضطرابات الشخصيه دي تؤدي لها مشاكل. يعني مثلا احد المشاكل ممكن تدخل لها زي الادمان، فالادمان ده بيتعالج في مستشفى طبعا، لكن الجزء اللي خليه يدخل في المخدرات هو ايه؟ اضطراب الشخصيه. اوكي. اكتئاب وارد يدخل معاه، فهي بتبقى قصدك ان ممكن تبقى اضطرابات مركبه. مركبه، لان احنا التشخيصات المرضيه ده جزء والاضطرابات الشخصيه ده جزء تاني، بيجوا مع بعض عادي. هو ده السؤال الجاي. معلش. عايزه حضرتك تشرح لي الفرق بين الاضطرابات الشخصيه والاضطرابات النفسيه. الاضطرابات النفسيه هي اعراض موجوده لمرض معين، كل مجموعه اعراض موجوده بتكون مرض معين نفسي معين. فاحنا عندنا مجموعات كبيره زي مثلا الاضطرابات المزاجيه، الاكتئاب او الهوس، عندنا حاجات زي المرض الفصامي، تمام، عندنا امراض زي اضطرابات القلق العام وحاجات زي كده، في اضطرابات زي خاصه بالوسواس القهري وهذه المجموعه، في حاجات طبعا ليها الاعاب الاطفال، في حاجات ليها صعب السن الكبير. هي دي المجموعات الكبيره كامراض نفسيه، واسباب النفسيه برضو في جزء جينات وفي جزء برضو له علاقه بالاسره والضغوط النفسيه والبيئه. ودي علاجها بيبقى بيبقى في جزء اساسي تغيير العلاج اللي هو السلوكي المعرفي وعلاج الجلسات، بيبقى غالبا بيستخدم علاج دوائي معاهم، مش في كل الحالات بس بيستخدم علاج دوائي. هل العلاج الدوائي بيمشي عليه طول عمرنا؟ لا، فتره ويقف. طيب الاضطرابات الشخصيه هي سمات في شخصيتي، فلما بعدل الاجزاء دي في السلوكيات وبعرف اخلي الشخص يتحكم فيها بيعرف يتعامل مع الحياه. ده بيحصل بتعديل السلوك او العلاج المعرفي السلوكي، صح؟ بالظبط، او العلاج النفسي والعلاج المعرفي السلوكي بنستخدم، او العلاج الجدلي حسب نوع الشخصيه ومشاكلها بنتعامل معاها بهذه الطريقه. طب دكتور، ايه اكتر الاضطرابات النفسيه الشائعه في العياده؟ اكتر الحالات اللي بتشوفوها منتشره في اضطراب معين؟ هنلاقي مؤخرا اللي هو اضطراب الشخصيه الحديه، واقل حاجه هتلاقيها بتيجي هي اضطرابات الشخصيه النرجسيه. اقل حاجه، عشان أقل النرجسي حاجة. طبعا مش مستحيل اقل له. حاجه نرجسي انتوا مجانين بالظبط. والشخصيات اللي هي الانسوشيال، الشخصيات اللي هي عدوة المجتمع، دول اقل اتنين، والهستيريا. لكن اكتر حد هتلاقيه بيجي الشخصيات الحديه، وبقيت الشخصيات بعد كده على حاجات قليله. سالك سؤال صعباني سنه. لا لا، احكي لي معلش عن اصعب حاله عدت عليك في العياده مثلا او في المستشفى. بص، هي الشخصيات دي المشكله كلها ان ساعات بتبقى انت عايزه تبقى الشخصية واضحة وعايزة تصلحي وتحاولي، بس المشكلة تيجي تدوري في جزء زي البيت تلاقي مفيش مساعدة، مفيش أمل، تحسي إن أنتوا يعني أنتوا المفروض نيجي نعالجكم الأول، فأنت بتحاولي بتحسي إن الموضوع ساعات المفروض إن هو ساعتها إن إحنا بنعالج في حاجة اسمه علاج أسري. إن إحنا نحاول محتاجين تعالجوا الأسرة أصلاً. فده ساعات أنت فالأسرة أصلاً بيبقى فيها مشاكل لدرجة إن هم أصلاً مش عارفين تعالجيهم، فهو هم أصلاً مش عايزين لأنهم مش شايفين عندهم مشكلة. طبعاً. فكره عارفه لو فكره بس انا واقف على فكره ان انا ولادي زي الفل ما فهمش حاجه، لا ده انا نفسي زي الفل، انا زي الفل وانت ما تفهمش حاجه وهم ما فهمش حاجه، او يبتدوا يرموا الاخطاء على بعض. وساعات بتبقى مثلا لو الام هتبقى عندها البنت مش عارفه تعمل ايه، عشان الاب دماغه ناشفه وشايف ان الموضوع مش هيتغير. لان فكره برضو احنا كمجتمعنا نظرتنا عن مرض النفسي او الطب النفسي للاسف ان احنا انا ممكن اقبل اي حاجه، ان ابني فيه عيوب الدنيا ان شاء الله ملبوس، ان شاء الله في ايه. انت لسه والله قاري حاجه كده فعلا من كام يوم اللي هو بيقول يعني الناس لما تحس ولادهم تعبانين يروحوا لشيخ ودجالين. ما عنديش مشكله ان اقول ان هو ملبوس ولا معمول له عمل، انما تعبان نفسيا عيب. مهما كان المستوى الثقافي، مهما كان مستوى العلمي، ده اساسي. يعني جزء من رحله المريض النفسي عند الدكتور بقى، احنا كسرنا فكره حاجه الدكتور لازم يعدي الشيخ بالمره، لا قبل اللي بعد، وده حاجه مجتمعيه للاسف. فطبعا بتبقى مشكله الاصعب، فمهما كانت الشخصيه اللي انت عايز تتعامل الشخص وهم اشخاص هم اصلا سبب المرض. يعني في نظريه بتقول ان الشخصيات اللي هي الايموشن اكسبرسيف، او العائلات اللي هي عندها مشاعر بزياده اللي هي بتنتقد وتتكلم، دول احد مشاكلهم حتى لو حد اتعالج هم هيرجعوا المرض. يعني هو لو عالجنا هذا الشخص هم هيرجع يقعد في نفس البيئه يتمرن. فالعلاج بجزء منه ان احنا نفصل عن هذه البيئه، ان هو يتفصل عن اهله، ولو هيشوفهم عملوا حزب مثلا حوالي 35 ساعه في الاسبوع عشان خاطر يبقى بعيد عنهم. طب ولو حد صعب ينفصل عن اهله هنبقى كده بتبقى ساعتها بنشتغل بفكره السبورتيف او الدعم النفسي معاه، مع ازاي يتعامل مع الشخص، وبنحاول. هو مفيش حاجه اسمها مش هنحاول، احنا هنحاول بكل الطرق نتعامل. سابق طبعا فكره ان الشغل يبتدي يركز على نفسه، اولوياته يبتدي يبقى يعمل له مستقبل، يبقى حاجه بتشغله بتاخد وقت، حاجه بتطلع طاقه، فكره احنا نحسن ثقته بنفسه، دي كلها عوامل بنحتاج نشتغل مع الشخص عشان يعرف ينفصل، يبقى شخص منفصل بذاته حتى لو البيئه بتاعته صعبه.
هسألك سؤال معلش هو مش سكريبتد اصلا، لا لا عادي. بالي بمناسبه ان الاضطرابات الشخصيه او النفسيه جزء كبير منها بيبقى وراثه، كنت قريت كتاب كده من فتره اسمه جسدك يتذكر كل شيء، تمام؟ هو بيناقش نظريه كده ان جسم الانسان بيتخزن في الخلايا العصبيه الصدمات بتاعته، فهي ممكن تتنقل من جيل لجيل. انا بقى ازاي كشخص المفروض ان هو بيكون صدماته بالذاكره بالمشاعر بالحاجات دي، ازاي ممكن تبقى عندي مشكله او تروما ومش انا الشخص اصلا اللي مر بيها؟ ده ممكن تبقى جدتي مثلا، حد اكبر مني بكتير. في جزء مننا بيتعلم بالمشاهده، بمعنى ان احنا تعرضنا لحدث معين او شفنا حاجه معينه، دي ذكرى بتتكون في دماغي في اللاوعي، بتقعد جوايا في اللاوعي. يعني تبقى عندي مشكله بس انا مش عارفه ان انا عندي مشكله، ممكن تشوفها بعد سنين، ممكن تقعد سنين طويله عقبال ما تظهر. ممكن اقرا حاجه معينه او اشوف حاجه معينه ترجع تبقى تريجر فتظهر بعد كده حاجه شبيهه. فطبعا مش على طول الشخص بيبقى مدرك ان اللي هو لقط الحاجه دي مثلا من جدته او من حد كبير او من عمته او كده. بعد فتره ممكن يظهر ان نقعد ندور تكتشف حاجه زي كده. فالجسد بيتذكر لان احنا جزء من مخنا، هو مخنا هو بيتحكم، هو السي بي يو، هو طبعاً الكمبيوتر بتاع جسمنا. فجسمنا بيخزن حاجات، احنا بنتعلم بالمشاهده. فالجزء ده لقوا ان بعض الابحاث اتعملت لقت ان ساعات الحاجات دي بتغير في الجينات وبتغير في الشكل. ففعلا ممكن تكون فعلا بتغير في الجينات وبتغير في المخ وبتغير في شكل المخ. الضغوط النفسيه والحياه والبيئه بيأثروا علينا وعلى مخنا وعلى شكله، يعني شكله من جوه. يعني حتى اتعملت بابحاث لقت ان حتى ان في اجزاء في المخ بتكبر وتظهر وبيحصل فيها ضمور في حاجات وحاجات بتتعمل، لان الضغوط والحياه جسمنا بيتفاعل مع كل حاجه. هو المرعب في الموضوع ان انا يبقى عندي مشكله فورثها للي بعدي وانا ما احنا عشان كده بندور على صحه نفسيه. فكره ان احنا دلوقتي ان احنا من عايزين ندور ازاي ناس تتجوز، ناس تختار، ناس ازاي يتعاملوا مع اولادهم، ازاي يعني يحتووهم، يخلوهم يعبروا عن مشاعرهم، دي كلها حاجات انا محتاجها كشخص عشان اعرف اعمل شخصيه سليمه او شخصيه سويه مستقره. مزبوط. تعرف تكمل وتتفاعل مع الضغوط، لان كل حاجه منهم بتؤدي لمشكله اكبر بعد كده. طيب حاجه كمان يا دكتور، هو في اضطرابات معينه بتبقى موجوده مثلا في السيدات اكتر بكتير من الرجاله او العكس؟ ده سؤال. ما هو نتفق على حاجه، هو طبعا لو اضطرابات الشخصيه حاجات زي قلنا الشخصيه الحديه تبقى اكتر في الستات، في حاجات تانية بقى في الرجاله، النرجسيه تبقى اكتر في الرجاله شويه. اكيد طبعا الانسوشيال او اللي هي عدو المجتمع بتبقى اكتر في الرجاله شويه، الهستيريا اكتر في الستات شويه، في بعض الامراض زي الاكتئاب والقلق تبقى اكتر في الستات شويه، في امراض زي الاضطراب الوجداني والفصام بيبقوا الاثنين تقريبا قد بعض، تمام. بس الفكره كلها في ايه؟ اللي مأثر على النقطه ان احنا لو احنا عندنا حد مريض هنوديه ولا نخبيه؟ هنجوزه عشان لا، هو اغلب الناس بنستخبى. لا قصدي هيودوه للدكتور المفروض. لا احنا في المجتمع بتاعنا بيخاف من حاجه زي كده عشان الوصمه بتاعت المرض النفسي للاسف. بس هي الاغلب بتبقى حاجه زي كده لان تركيبه المشاعر والافكار بتاعت الستات غير الرجاله، فالحاجات اللي فيها مشاعر اكتر هتبقى اكتر عن الست اكتر من الرجاله. طيب محتاج اعرف من حضرتك اكتر، انا دلوقتي ازاي افرق ان انا عندي شعور وقتي، عندي مشكله معينه او في مشاكل في شخصيتي خفيفه، ولا انا شخص عنده اضطراب محتاج يروح لدكتور يساعده؟ افرق ازاي؟ احنا شخصيات المفروض قابله للتعلم، فالمفروض ان انا بتفاعل مع المشاكل بتاعتي من وقت لاخر. طب لما بروح مثلا عندي مشكله هي بتتكرر كل مره، مثلا انا كل مره اختار شريك حياه كل مره في مشكله، كل مره ادخل ارتبط بحد يبقى في مشاكل في شخصيته ومشاكله كلها كل مره اوحش منها، اروح اشتغل كل مره اسيب الشغل بسبب مشكله، ما بعرفش اعمر في شغلانه ما بكملش شغل. ايوه مشاكل زي كده كتير، كده يبقى في حاجه غلط. بالظبط، فكره ان حياتي وبيتي وشغلي متاثرين ففي حاجه غلط، فده بيخليني استوقف واشوف ده ايه، لان ارجع اقول ربما مشكلتي في التعامل، مشكلتي في فهم المشاعر، او انا مش عارف احط نفسي في المكان الصح. يعني فكره ان جزء مثلا ساعات اختبارات نفسيه تعمل لبعض الناس اللي مقدمه لمهن عشان ازاي اعرف احطه في المكان المناسب وهو فعال فيه اكتر. في ناس عندها قدرات اجتماعيه عاليه فتحط في مكان زي بريبريشن شيبس، يعني فكره ان انا اتعامل مع البني ادمين. في ناس ذكائها مختلف، مع برضو الذكاء بتختلف. مزبوط. فبعض كل واحد بحطه في مكان معين. الفكره كلها ان لازم افهم ويبقى عندي وقت، بل ما انا عندي حاجات بتعصلج مش عيب ان انا استشير واشوف. بالظبط. ومش معنى استشرت ورحت لدكتور ايكوال مريض نفسي، لا،
مش معنى رحت للدكتور لازم اخد علاج، لا مش معنى رحت للدكتور ان انا هقعد طول عمري همشي في السكه، لان في نظريه بتقول ان الدكتور النفسي ده او المعالج النفسي هو صديق مدفوع الاجر. بالظبط. شخص بيحافظ على اسراري، شخص محايد، شخص شغلته ان هو يساعدني، هو مش المفروض يديني نصايح، المفروض يحل لي مشاكلي، مش المفروض يدير لي حياتي. بالظبط. هو شخص بيديك افكار، بيناقشك في افكارك، يحاول تفهم مشاعرك اكتر عشان تعرف تتعامل معاه يبقى ردود فعلك منطقيه. طب سؤال كمان يا دكتور، معلش هما مين يستعجلوني على الوقت. دلوقتي في سن المراهقه تحديدا احنا ساعات كاهل بنتلخبط، هما الاطفال دول انطوائيين شويه او خجولين او مش اجتماعيين زياده، ولا ده رهاب اجتماعي؟ عارف بيبقى في نقطه فاصله كده ساعات الاهالي ما بيبقوش عارفين يفرقوها، وبيبقوا خايفين ان الموضوع يكبر، يعني يتجاهلوا الموضوع ويقولوا سيبوه براحته، فالموضوع يكبر ويبقى خوف من المجتمع مثلا. طب احنا شخصياتنا، احنا في اطفال بطبيعتها اجتماعيه وشخصيات مش اجتماعيه قوي، ده ليه علاقه بترتيب المواليد، يعني اول طلع اجتماعي التاني بيطلع هادي شويه والعكس. طيب انا بالنسبه لي مش كل واحد هيجي هوصمه، بس فكره ان انا اعلمه، لان في ناس كتير ما يعرفوش يعبروا عن مشاعره فتدخل في اضطرابات شخصيه. انا ما علمتش ابني ازاي يلعب مع الولاد، ان هو ازاي يقول له يلا نلعب معاك، فازاي تقول له ولد حاضر هلعب معاك، مهارات اجتماعيه مع بالظبط يعني. فساعات بيبقى الشخص قاعد في البيت، الاهل مش مهتمين بالقصه دي، انتقاد انتقاد انتقاد، فثقته بنفس الطفل بتقل، فهو اوريدي شايف الناس كلها شايفاه ايه؟ مظبوط، نوت جود انف، مش كويس. أيوة. فساعتها هو منزوي، هو مش مهاب اجتماعي، هو لو قعد كبر على نفس السيستم ممكن يجيله رهاب اجتماعي في المستقبل. طب نعمل ايه بقى علشان نلحق الموقف؟ اول حاجه بتيجي بقول للناس احنا لازم نودي ولادنا مدرسه، نوديهم حضانه، دي بتفرق كتير، عشان جزء بيتعلم، بيعرف يتعامل مع اطفال، بيتعامل مع ناس زيه، بيبتدي يشوف ان هو مش الوحيد في النقطه دي. نهتم باجتماعياته يعني. تاني نقطه، اهتم بثقته بنفسه، ادعمه في حاجته. كل طفل من اولادي ليه شخصيته، ليه شطارته في حاجات، ليه حاجه تميزه عن بيت اخواته، وهو لازم ادعمه في النقطه دي، ولو عنده نقطه ضعيفه بساعده وادعمه تتغير تبقى احسن، مش بنتقده. لان فكره الانتقاد السلبي مش بتجيب مع كل الولاد طبعا، والله بحس مش بتجيب مع حد، في بعض ولا الناس كبير ولا صغير، الشخص بصراحة. الطفل القلو اللي بيخاف هتجيب معاه، بس من جواه مش هيبقى كويس يعني، هتجيب ظاهريا، هتجيب ظاهريا، ما احنا بندعمه بعديها، ما احنا مش بنستخدمها على طول، هو مش طريقه واحده. أيوة. يعني كل طفل بكل مواقف كل ظروف بنستخدم، بس ساعات بتنفع مع بعض الاطفال، وساعات بتنفع فكره الدعم، وان انا بمشي معاك خطوه بخطوه، فكره ان احنا نحتوي ونهتم بولادنا ومقدرين ان حل قدراته الاجتماعيه مش احسن حاجه، ان احنا ننميها، مش هو خلاص مش اجتماعي فنحطه على جنب، فسيبوه بقى براحته. لا، هو فكره ان انا بدعمه ازاي، اسلم على فلان زي كان واحنا صغيرين، اسلم على فلان، سلم على فلان، ده اسمه ايه، فبتهتم. أيوة. بالتفاصيل الصغيره بتخلي الطفل يركز، يكتشف ان دي حاجه مهمه، فكره انزل مع بابا امشي معاه، مش كل حاجه انا قاعد لوحدي. ما برضه لازم نتعامل مع البني ادمين عشان قدراتنا الاجتماعيه تتحسن. طبعا. طيب اخر سؤال يا دكتور بعد اذنك. اول خيط العلاج بيبتدي من عند الاهل. دلوقتي لو الاهل بيحاولوا مثلا مع ابنهم او بنتهم وهو مش مقتنع ان هو عنده مشكله، ممكن يعملوا ايه؟ وخصوصا بيبقى في عنده كبر فظيع، يعملوا ايه بقى؟ هي الفكره ان ساعات بنشوف مين اقرب شخص لهذا البني ادم يتكلم معاه، ساعات بديله واقول له طب انت روح شوف وتعالى قول لي عملت ايه، مش هاجي معاك، ساعات اقول له جرب، مش هنخسر حاجه، انت خايف من ايه، ما ناخد التجربه. ساعات بنبقى فكره ان انا يعني احاول، ساعات واحد بيشجع، اصل هي دي بتبقى دايما اصعب خطوه، انك اصلا تقنع شخص ان هو محتاج يشوف مساعده. كلنا بنبقى شايفين نفسنا زي الفل، انتوا اللي مش فاهميني، احنا بنقول احنا رايحين ندردش، رايحين نتكلم، رايحين نشوف الدنيا فيها ايه. فكره ان انا بجرب اتكلم معاه، طب نروح نشوف، طيب انا ادخل الاول اتكلم، طب روح لحد تاني ما اعرفوش، روح لحد من صحابك، فكره طب نجرب اونلاين، طب نجرب تليفون، في طرق كتير ان فعلا احنا كمان دلوقتي بقى في اساليب كتيره قوي تسهل. بالظبط. فكره ان انا مش عيب اقول له احنا هنجرب، ما عجبناش خلاص اكيد رايحين نشوف نشتري حاجه ما عجبتناش. مظبوط. انتهى الموضوع على كده. بجد يا دكتور بشكرك، نورتني. شكرا يا فندم، ربنا يخليك يا فندم. وفي النهايه يا جماعه انا عايزه اقول ان احنا تقريبا كلنا عندنا مشاكل نفسيه بس بنسب متفاوته، في اللي بيعرف يتعامل معاها وفي اللي ما بيعرفش يتعامل معاها. بس اللي عايزه اقوله المهم ان العلاج النفسي ممكن يبقى طوق النجاه لينا ولولادنا وحتى لاهالينا كمان، ممكن يبقى هو الحاجه الوحيده اللي قادره تشيل النضاره السوداء اللي مغيمه عليك كل حاجه ومخلياك عايش في ضباب، وما تقلعها تقدر تشوف بوضوح كل حاجه، لان العلاج النفسي فعلا قادر يساعدك دايما انك تبدا من جديد.
فاصل صغير نرجع لكم على طول.